معكم الدكتور نايف بن عبد الله العنزي استشاري جراحة السمنة. طبعا أول شيء احنا نعرف في شهر رمضان المبارك دائما الإنسان تتغير عاداتنا الغذائية، وغالبا يزداد الإقبال على الأكل الدسم والسكريات خصوصا في مرحلة الإفطار. أخشى ما نخشى دائما في مرحلة اللي هو أو في خلال فترة شهر رمضان المبارك اللي هو زيادة الوزن، وهذا أمر الكل يكون هاجس بالنسبة له. فإحنا بالنسبة لنا دائما نذكر الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فجزء لطعامه وجزء لشرابه وجزء لنفسه. فيفضل دائما أن الإنسان يستغل هذا الشهر الفضيل بنقصان الوزن والمحافظة، إن لم يكن نقصان الوزن فالمحافظة على عدم الزيادة خلال فترة 30 يوم من شهر رمضان. من الأشياء اللي دائما احنا ننصح فيها أنه نبتعد عن السكريات بقدر الإمكان، نحاول نركز على السوائل والمياه خلال فترة الإفطار إلى السحور، التنويع في نوعية الأكل، ممارسة الرياضة، هذه كلها من الأشياء اللي الحميدة، الأشياء اللي تساعد على عدم زيادة الوزن وأيضا تساعد على نقصان الوزن. من الأشياء أيضا أنه ننصح بأنه ممارسة الرياضة، من الأشياء دائما يكون فيها خلاف بين الناس اللي ممارسة الرياضة أنها تكون قبل الإفطار أو بعد الإفطار، هي حاجة صحية وحاجة ممتازة، وأنصح أنها دائما تكون قبل الإفطار بنصف ساعة أو بعد اللي هو التراويح. هذه الأوقات اللي تكون فيها مناسبة لإجراء الرياضة أو المشي بشكل عام. من الأشياء اللي ننصح فيها أثناء الفطور أو الإفطار، يكون دائما الإنسان يبدأ على تمرة مع الموية أو القهوة، بعدها يبدأ بأشياء دافية زي السوائل اللي هو الشربات اللي تكون مريحة للمعدة خصوصا بعد فترة الصيام 13 أو 14 ساعة. بعدها يذهب الإنسان إلى فترة اللي هو الصلاة، وبعد الرجوع من الصلاة المغرب يبدأ بأخذ الوجبات الخفيفة، السلطات، الأشياء اللي ما تتعب الإنسان خلال فترة اللي هو صلاة التراويح. بعد صلاة التراويح يأكل ما لذ وطاب، وبعدها بحوالي الساعة ننصح بأنه ممارسة المشي اللي هو على الأقل نصف ساعة يوميا. لو إحنا استمرينا خلال فترة الإفطار إلى السحور بهذه الطريقة، حنكون بإذن الله بعيدين عن مرحلة السمنة أو زيادة الوزن خلال فترة شهر رمضان. وهذه الأشياء اللي إحنا دائما ننصح فيها، ودائما اللي إحنا نحاول أن الإنسان ينتهي بنهاية 30 يوم بصحة وعافية، أيضا بوزن جيد وبعيد عن السمنة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ورمضان مبارك على الجميع. زيادة الوزن، أول حاجة إحنا زي ما قلت لك اللي هو التركيز على السكريات، الإفراط في أكل السكريات. 2، قلة المشي، عدم شرب الكفاية من الماء. إحنا نعرف بعض الناس يصير عندهم اضطرابات في النوم، بمعنى تتغير ساعات النوم، وبالتالي يبدأ يركز على الأكل خلال فترة الليل، وبعدها طبعا يأكل من السحور ويبدأ ينام، وهنا تبدأ تيهون تتركز، لأنه إحنا نعرف بعد فترة السحور الإنسان ما يمارس الرياضة، وبالتالي تبدأ تتجمع الدهون تدريجيا إلى أن نصل إلى مرحلة السمنة وزيادة الوزن خلال فترة نهاية شهر رمضان. الأكل جميل والغذاء لذيذ، لكن لا إفراط ولا تفريط. حاول أنك أنت تحافظ على كميات الأكل الموجودة في يومك، وفي نفس الوقت حاول أنك أنت تحرص على الرياضة. الرياضة مهمة، الغذاء مهم، لكن لابد أنهم يمشون في خط متوازي مع بعض للحصول على نتائج جيدة. عمليات السمنة طبعا تعتبر من العمليات الآمنة ومن العمليات اللي نتائجها إيجابية. عمليات السمنة احنا من العمليات الآمنة ومن العمليات اللي تجرى بشكل روتيني، لكن لابد أن نعرف حاجة مهمة، أنه العملية، كل عملية تجرى في جسم الإنسان سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة لها مضاعفات، والمضاعفات هذه ما زالت تكون في الأرقام أو في المعايير العالمية القليلة. ف
فإحنا لما نتكلم عن المضاعفات الرئيسية زي عملية زي اللي هو التسريب فهي أقل من 2%، النزيف أقل من 1%، وتجلطات الرئتين والساقين أقل من 0.5%. هذه تعطينا دلالة على أنه عمليات السمنة ليست من العمليات المخيفة، لكن لابد أنه بعد إجراء العملية نتعامل مع العملية على الحرص على الالتزام بتعليمات الطبيب حرفيا وعدم إهمال الأدوية والفيتامينز بعد العملية. اي ممكن نقول هل تنصح بإجراء العمليات؟ طبعا عمليات التكميم احنا ننصح فيها لمن يحتاجها، بمعنى في ناس يكون عندهم زيادة في الوزن وفي ناس يكون دخلوا في مرحلة السمنة. من حاول الرجيم وحاول في الرياضة ولم ينزل وزنه وحاول بالتدخلات الغير جراحية ومع ذلك لم ينزل وزنه، فحين نقول نعم يكون آخر العلاج الجراحة. في بعض الحالات احنا نقول لهم من الأساس علاجك هو التدخل الجراحي، لأنها تكون الكتلة عندها عالية والوزن جدا مرتفع، فالحل الأنسب بالنسبة له هو إجراء عملية التكميم من الأساس. الله يحفظك، الله يطول بعمرك.